لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، بنرحب بيكم في حلقه جديده من برنامجكم اشفيني، مكملين معاكم في سلسله موانع الشفاء. شفنا في الحلقات اللي قبل كده ان عدم الغفران او الخطيه او الغضب، كل دي حاجات بتكون مانعه للشفاء او التعليم الخطا. النهارده مكملين في التعليم الخطا، ان كتير مننا مش عارف مشيئه الاب، مش عارف مشيئه السماء، ولا فاهمين الصلاه اللي المسيح علمها لنا كما في السماء كذلك على الارض، وبنحفظ ايات كتيره جدا وبنكررها وبنرددها وفاهمين ان هو دوت، حافظين الايه بتاعت لانه قد وهب لكم لاجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ايضا ان تتالموا لاجله، وفاكرين ان دوت الام، يعني الام المرض علشان المسيح. فالنهارده في الحلقه دي هنوضح الايات دي كلها ونعرف ايه هي مشيئه السماء. اهلا بيك يا مينا. اهلا يا بون. مشيئة السماء في الآيات اللي هي حافظينها واللي هي بالذات فيها كلام ألم، وإحنا فاهمين إن أنا هقبل المرض علشان أنا عايزة أتألم من أجل المسيح. يعني هو للأسف إن إحنا كتير تعليم غير لما إحنا بنرجع للكتاب المقدس، ففلان قال لي حصل معاه كذا فأنا أمنت باللي حصل معاه وبقى هو دي العقيدة بتاعتي فعلا، وفلان قال لي وفلان قال لي وده قال وده عاد وده، وهو للأسف ما بنرجعش الكتاب المقدس. عشان كده بولس الرسول بيقول لتيموثاوس في رسالته الثانية بيقوله لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح. فده للأسف بل حسب شهواتهم الخاصة، مش الناس بتعمل كده حسب شهواتهم يعني تعمد، ولكن كتير فلان قال وفلان، ده ما يكون مثلا في درجة روحية أو في موقف معين إن هو مسؤول عن الناس فيحصل منه حاجة معينة فنقول ان ده خلاص دي مشيئة الله ودي مشيئة الكتاب فعلا، ويقول له يمينة في نفس الآية اللي انت قلتها وينحرفون الى الخرافات. فبتبقى خرافات، لكن علشان شخص معروف قالها فانا ببتدي مش بس احفظها لكن ده انا ببتدي اسلمها. وبتبقى حاجات مسلمة من جيل لجيل، ولكن لما ارجع لاصل الكتاب المقدس النهارده هنشوف في كل الايات اللي فيها الالم ان مفيش ولا مره الالم مرتبط بالمرض، لان الرب الهنا هو الرب الشافي. امين. فعشان كده بيقول له فصحى، يعني خليك صاحي، ان ما يكونش ده التعليم ان انت اخدته مني، ده بولس بيكلم تيموثاوس، ما يكونش التعليم اللي انت سمعته النهارده او اللي انت بتصدقه عني، ده ربنا بيكلمك النهاردة، ربنا بيكلمك النهاردة، ما يكونش فكرتك عني ان انا زي ما كنت بعمل مشيئة الاب ان انا النهاردة جايبلك مرض عشان انك تقربي لي فعلا، لان زي ما هنشوف النهاردة ان الاب هو صالح الى الابد فعلا. ان النهاردة هو الاب ان صالح ورحمته، واحنا في جيل عهد النعمة فرحمته ونعمته ايضا الى الابد بتغطي اي عجز، بتغطي اي مشكلة عندي، وحتى لو حصل لي مشكلة فانا ما نسيبش ده لابويا، بالعكس ان انا واثق مين اللي انا امنت بيه، واثق هو طبيعته ايه، ان هو يريد ليا احسن وافضل، يريد ليا حياة مش موت ولا مرض ولا خطية، لانه قلنا ان ربنا هو جاب لي المرض ده، فهقدر اقول ان ربنا جاب لي الخطية برضو
واحنا قلنا ان الكلمتين مشتقين من نفس المنبع، فعلا، وان قلنا ان هو اخذ، ليه اخذ الخطيه وليه حرس الكتاب ان يقول حمل خطايانا واسقامنا وبجلدته شفيتهم. فعلا، وهبقى انا ماشيه ضد كل ايات الكتاب المقدس، يعني حتى رب المجد قال لهم كده، تعالوا الي يا جميع المتعبين ويا ثقيل الاحمال وانا اريحكم. فازاي انت لو انت ابويا، وازاي انت حبيتني حتى انك انت بذلت نفسك من اجلي، وازاي يعني ازاي كل التعاليم ديت، وازاي يسوع يشفي المرضى، يقول يشفي كل المرضى، واجي انا بعد كده اقول المرض من ربنا وانا هقبل المرض ومش هطلب ان المرض يتشيل مني، لاني انا وهب ليا اني انا اتالم لاجل المسيح. اي الم لاجل المسيح ده، اي مجد النهارده لو انا في الم او لو انا في مرض، ايه المجد اللي انا بديه للمسيح؟ ايه نوع المجد اللي انا بديه؟ هو بيقول كمل كلامك انه احمله نيري عليكم. فعلا، لان انا حملي هين. فعلا، فهو مش قصده كده، هو قال ان جميع الذين يريدون ان يعيشوا للمسيح يسوع حسب التقوى حسب ايمانهم يضطهدون. فعلا، فالفكر كله النهارده ان انا ليه بيكون في اعاقه للشفاء بتاعي؟ لان صورتي او مفهوم ابويا ليا مشوه، واللي بيشوه الصوره دي هو ابليس، واللي عايز فعلا يشوه الـ 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 الشكل بتاع ابويا السماوي، فما يكونش كما في السماء كذلك على الارض، وما يكونش حسب ان هو صنع الكل ايه حسنا. يعني لما نيجي نشوف في تكوين بنلاقي ان الله صنع في اليوم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وكل يوم يقول ايه؟ انه ده رأى انه حسنا انه جيد. الله ما بيخلقش حاجة مشوهة. فعلا، الله ما يديش اي حاجة سلبية لحياتي، ولكن هو ممكن يستخدم السلبي العدو الخير حطني فيه وجربني فيه لمجد اسمه، لان فعلا كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. أمين. المدعوون حسب قصده. أمين. فما يكونش النهاردة ان حسب قصده ان هو ممرض، لا، ده الله طبيعته يهوى رافع الرب الشافي. أمين. وزي ما هنشوف ان اختبار النهاردة، يعني عندنا اختبار مش من خدمتنا ولكن في جنوب افريقيا، واضح ان ربنا بيستخدم مواهب الشفاء، وان هو في بلد ممكن يكون فيها فقر كبير، يعني الاختبار اللي هنشوفه ده من بلد السنغال. فعلا، ولكن هنشوف ان ازاي عمل الله يستطيع ان يريد النهارده ان يستخدم اناس مملوئين بالروح القدس، مصدقين في عمل الملكوت كاطفال. أمين. لانه قال كده، لو انا ما صدقتش لم تقبلوا ملكوت الله مثل الاطفال مش هنخشها. فعلا، مش هنقدر نشوف ملكوت الاب كما في السماء كذلك على الارض. فعلا فعلا، وده عمل ملكوت المسيح. قال لهم كده، قال للتلاميذ اشفوا مرضى اقيموا موتى، وفي مرقس 16 قال هذه الايه تتبع جميع المؤمنين. أيوة. ودوت الخدمه بتاعتنا النهارده، ان كل واحد مؤمن باسم المسيح ليه سلطان المسيح، فليه سلطان على المرض وعلى الخطيه وعلى كل اعمال ابليس، لان الذين قبلوه اعطاهم السلطان. أن السلطان، امين، ان هم ابناء الله يدعون. أمين. إنه هو أنا ابن للملك للشافي للي هو ليه السلطان على الأحياء والأموات، أنا ابن أو ابنة، فأنا ليا سلطان الابن أو الابنة. فأنا مش بتكلم على فئات معينة في الخدمة، أنا بتكلم على ناس عادية خالص، ولكن عشان أنت تدعى مسيحي، يعني واخد هذا الاسم يدعى عليك أنت اسمه هو، دي حاجة مش هينة. وكلمنا قبل كده عن السلطان والقوة. فعلا، لأولاد الله. فعلا، فالنهاردة ما يكونش فكرنا ان ده ربنا إرادته كده، فهو مشيئته ان انا اكون في مرض عشان اتقرب له، لان ده بيخليني انا ما صليش ابدا للشفاء. طبعا انا قبل كل حاجة منه، لاني انا عايزة اتألم من اجله. والآية أساسا زي ما هنشوف بعد كده، الآيات كل الآية مفهومة غلط، ومش ده الموضوع اللي الرسول بولس بيتكلم عنه أساسا. أيوه. فإحنا عايزين فعلا يعني أطلب من الروح القدس، إحنا وبنتكلم بعد الاختبار قل له يا روح الله تعالى وافتح عيني، شيل الغشاوة من عيني علشان أشوف الآيات دي اتقالت إمتى واتقالت إزاي واتقالت لمين، علشان يدخل نورك ليا وأنا أتشفي حتى قبل ما نصلي. أمين. إحنا نطلع ناخد الاختبار دلوقتي. أنا عايزك وعايزك لما نتفرج على الاختبار ده قول له يا رب زي ما عملت مع اخويا او اختي اللي احنا هنشوف الاختبار بتاعهم دلوقتي، اخويا اللي انت شفيته
انا عايزك تعمل معايا النهارده، انا عايزك تلمسني، انا هجيلك ببساطه الايمان ان انا هقبل عمل الملكوت، لانه كما في السماء يكون على الارض، لان انا ابنك، لان انا بنتك. قولي له النهارده، اصرخي له. انت لما بنشوف اعاده العمل والاختبار احنا بنشارك ليه؟ ان احنا على الهوا بنتحد في روح المسيح الواحد الروح القدس، ان هو الذي ياتي الان ويلمسك بشفاء. هل تصدق؟ تعالوا نطلع ناخد الاختبار ونعود، ابقوا معنا. Seeing the miracles of God, he decided to board a flight and travel across Nigeria to the synagogue Church of All Nations to attend the service, believing that Jesus Christ would put an end to his suffering. This is the Synagogue Church of All Nations prayer line, where Prophet TB Joshua prepares to minister the anointing water for healing and deliverance, a medium for God to bring healing to those who have come with different deadly diseases and afflictions. This is for the deadly disease, incurable HIV, cancer, ulcer, diabetes, hypertension, and so on and so forth. Those sickness that are in this class. So this is, I want to minister this here. What's the problem, sir? Diabetes and ulcer. One of the leg has been off already. This leg is cut off already. And this one is being... This leg? It's amputated. It's amputated? Using, yes. And this one is being affected now. It's affected too. Since last year, I've listened to the man. He said he's having leg ulcer due to diabetes, that one of his leg has been amputated because of this leg ulcer, and now the second leg is affected. The man of God begins to administer the anointing water, spraying it into his mouth. The man of God continues to spray the anointing water on the affected area of Mr. Augustine's foot. The water is just a symbol. It is not the water that saves, delivers, and heals, but God Himself, since the anointing is done in Jesus' name. After the prayer, Mr. Augustine rises to his feet, giving glory to God for his healing. Who else can justly heal? A few weeks later, Mr. Augustine Uga came back to the Synagogue Church of All Nations to testify of his healed leg. The entire Synagogue Church of All Nations congregation joyously rise to their feet to glorify God for the incredible healing Chief Uga has received after a simple touch from Jesus Christ through the prayers of Prophet TB Joshua. He comes forward to share his remarkable testimony. Praise the Lord! Praise the Lord! Emmanuel! 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 Hallelujah! My name is Chief Augustine Uga from Enugu State and residing in Nasarawa State. I came here because of a leg cancer of the leg, which this is the official leg of the amputation caused by the same diabetes the year 2004. Actually, by then, I had not known about the Synagogue Church of All Nations.
As me, I know, I don't think I will be in this form. Because by the year 2008, when it started again, I has already gotten the cable. Then I plan to come here. When I came, I think all of you can witness how the leg was. After I might have gone to a hospital for plastic surgery and other things, all proves to know to abortive. Then fortunately for me, when I come, I was well on the prayer line. The man of God prayed for me, used the anointing water, spray both in my mouth and in the leg. Behold, after some months, the leg that was incurable was cured, as you can see. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، متابعين معاكم من بث مباشر من سيدني استراليا عبر شاشات الكارما. ان النهارده بنشوف اختبارات حيه في كنائس الله الممتلئه بالروح القدس، المقاده حسب الروح القدس. ان عمل الروح يختلف عن عمل الانسان، ان احنا بنعجز والطب بيعجز، بيقف لغايه ليفل معين، لغايه حد معين، ولكن الله يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه امر. زي ما شفنا افون ان استخدم مية مصليين عليها بإيمان، واحنا بنشوف ده كتير في كنايسنا. ولكن الفرق ان واحد بيكون واثق ان هو مش المية اللي هتشفي، ولكن الصلاة، الحاجة اللي الانسان ممكن يلمسها، زي ما الميت لمس عظام إليشع في حياة. فعلا، وهو مصدق أمينة، يعني هو مصدق، بيقول ان يعني الطابور بتاع الشفا كان طويل قوي، لكن رجل الله جالي ورش عليا ميه مصليه، وهو استقبل. هو يعني جاي ومفتوح على روح الله، انك انا النهارده مش خارج من المكان ده. أيوه. رغم ان شكل رجله صعب قوي. أيوه. يعني رجله دي لازم تتبتر، ده رجله ألسر وسرطان، وزي ما شايفين في يعني حشرات بتاكلها. أيوة. وخلاص، ورجله التانية مبطورة. أيوة. من 2004 فعلا. فالموضوع في تنازل. النهاردة يمكن انت بتقول انا حالتي في تدهور، من يعني أسوأ الى أسوأ الى أسوأ الى أردأ. فانا عايز اقولك النهاردة ان انت تيجي ببساطة الايمان، ان ما يكونش مفهوم على ابوك السماوي ان هو يريد دليك. لا، الراجل ده كان ممكن سلم للأمر الواقع بسهولة جدا، وقال زي ما رجلي اتبطرت، رجلي التانية هتتبطر برضه. فعلا، لكن هو جه كمان وشهد وفرح الجميع. فكرني يا مينا بالسيد المسيح لما قوم ابنة نايين، يقول بعد كده الكتاب ان الشعب فرحوا ومجدوا الرب، وقال الرب افتقد شعبه. أيوة. فشوف قد ايه فرحة الناس، شوف قد ايه ابتدوا يحسوا ان احنا الهنا مش عقائد. أيوة. احنا عمر ديانتنا ما كانت عقائد ولا تعليم ولا لاهوت، لا، ده احنا اله بسيط جدا قوي جدا، بيجي وبينزل لشعبه وبيشفي شعبه. أيوة. هو ده إلهنا، هو ده إله المستحيل. النهاردة إله المستحيل يريد من خلال الروح القدس، الروح الذي أقام يسوع من الأموات، هو يريد أن يقيم كل مائت في أجسادك النهاردة، في جسدك النهاردة، إن ما يكونش حلقة. خد بالك إن إحنا النهاردة مع بعض نتحد في الروح الواحد، إن إحنا بعد شوية هنفتح الخطوط إن إحنا نتكلم مع بعض، وان احنا نصلي من اجل بعض. وفي ناس بعتولنا عبر الفايبر والايميل والويب سايت اللي على البرنامج طلبات كتير. احنا بنتحد وبنشوف مجد ربنا، لان الهنا يستطيع، وهو لو حي فهو يتراءى بيننا، وهو لو حي هو قال اعطى في كنيسته ان يكون في عمل الروح القدس، مواهب شفاء موجودة في كنيسته، اعمال قوات، ايات، عجائب. ان الله يريد ان يكون عامل في كنيسته، ويريد أن يكون هو اللي ياخد المجد أيضا. فإحنا شفنا لما الأخ ده جه إنه دخل الكنيسة، شفتي كل الناس ادوا المجد لربنا. فعلا، مش من الرجل اللي صلى له. أيوة. ولا لأي حد خالص. المسيح قال المجد لا أعطيه لآخر. أيوة. وهو بس اللي بيشفي، فهو بس اللي ليه المجد كله. لكن نظرتنا النهاردة للمرض عايزينها تتغير، ما بصتش للمرض وحس ان انا مرضي كبير قوي وإلهي صغير. لا، احنا النهاردة عايزين نعكس دوت، انا إلهي كبير قوي ومرضي صغير. أمين. مهما كان شكل المرض، شكله صعب، مهما كان بقالي كام سنة
سنة يعني مفلوج 38 سنة. المسيح جه وبكلمة واحدة والنهاردة الوعد هو هو أرسل كلمته فشفاهم. فالنهاردة إحنا وبنتكلم قول يا رب أنا بستقبل الكلام ده منك، أنا مش بتفرج على البرنامج ده النهاردة علشان أنا قاعد بالصدفة ولا بسلي وقتي، لكن أنت النهاردة حطتني هنا لأن روحك القدوس عايزة تتلامس معايا النهاردة وعايزة تشفيني النهاردة. قول له تعالى ومد إيدك عليا النهاردة، قول له زي يعقوب يا رب أنا لن أتركك إن أيوة. لم تباركني أنا جاي أستقبل من إيدك الغالية لأن دي طبيعتك، أنت الرب الشافي. أمين. وبولس الرسول يقول كده في رسالة كورنثوس إن ملكوت الله ليس أكل وشرب. هللويا. إن هو مش أنواع أكل، وده حرام وده حلال وده متاح ليا النهاردة وده مش متاح ليا بكرة، ولكن هو بيقول إنه فرح، إنه بر، إنه سلام في الروح القدس. فعلا. إن النهاردة أنت لو حاسس إن أنت مش فرحان بالفداء اللي تقدم من أجلك ومن أجلك على عود الصليب، النهاردة حاسس إن أنت مش مبرر، إن في مشتكي عليك، وإحنا عارفين إن في مشتكي واحد يشتكي على مختاري الله. فعلا هو كذاب وأبو الكذاب. أمين. فالنهاردة لو أنت مش حاسس بالفرح ده، مش حاسس بالبر ده، مش حاسس بقوة الروح القدس في حياتك، ان النهاردة هيكون في فرصة واحنا بنصلي مع بعض ان احنا تقول له يا روح الله تعال عليا، تعال عليا بفداء جديد، باعلان جديد من هو يسوع ومن هو ابويا الذي في السماوات، لانه هو قال كده ان هو يأخذ مما لي ويعلن لينا نحن الاطفال الصغار. احنا معنا تليفون وهنبتدي في الموضوع بتاعنا. معنا اختنا مرثا على الفايبر من مصر، اتفضلي. الو. الو. ايوه اتفضلي اختي، انت على الهوا. كنت عايزه تلبس صلاه. ايوه اختي اتفضلي. انا كنت بعين شعري لمده سنتين. ايوه. وهو بينزل جدا وعالجه عند الدكتور وما فيش فايده. امين. هنصلي معاكي. كنت عايزه تصلي. امين. هنتحد معاكي في الصلاه وان الرب الشافي يلمسك ومفيش شعره تسقط غير بامره. أمين. ان احنا الهنا يريد ان يكون لنا افضل ويكون حياتنا ان احنا فعلا نكون رسالته الحيه وان احنا نكون سفراء عنه، وان هو يريد ان احنا نكون بصحه جيده ايضا. اشكرك من اجل اتصالك. أمين يا أبو. نحن النهاردة عايزين نتكلم إن هو إيه فهم مشيئة السماء. أمين. إزاي أنا أفهم مشيئة السماء فيكون كما في السماء كذلك على الأرض، زي ما يسوع المسيح نفسه علم التلاميذ بتوعه. أنت مين يعني ابتديت الآية، إن في الآية بتاعت رومية 14 يعني الرسول بولس بيتكلم، واحد منك واحد حاسس ان انا ممكن اكل كل حاجة، واحد تاني حاسس انا المفروض اكل بقول بس. فالرسول بولس بيقولهم انتوا بتتكلموا عن ايه؟ ايه اللي انت بتتكلم عنه النهاردة؟ لكن ملكوت الله هو بر وسلام وفرح. أيوة. بكل بساطة المكان اللي ربنا عايزني اتواجد فيه، المكان اللي ربنا عايز ملكوته تملك على حياتي فيه، بيكون فيه بر وبيكون فيه سلام وبيكون فيه فرح، زي بالظبط ثمار الروح القدس، محبة، فرح، سلام. هو ده المكان اللي ربنا بيملك فيه. هل المرض هيديني ان انا افرح؟ هفرح بايه؟ ايه اللي انا هفرح بيه؟ احنا النهاردة ممكن نقول كلام كتير لكن خلينا واقعيين. لما واحد يجيله مرض ومن اشعة الاشعة وعملية العملية وبهدلة، ايه الفرح في كده وايه المجد بتاع المسيح في كده؟ ايوه. ولكن مجد المسيح زي ما بولس قال في رسالة تسالونيكي، قال لهم لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير تعبنا باطلا. فعلا. يعني عايز يوضح حاجة، ان يا جماعة احنا ما بنبقى مسيحيين فعلا بالايمان بيسوع المسيح ويبقى اسمنا مؤمنين ونتحد مع ملكوت الله ضد مملكة الظلمة، ان احنا هيكون في اضطهاد، هيكون في الام، هيكون في وجع، هيكون في شدائد. ولكن الجميل جدا ان في كل رسائل بولس الرسول ما قالش ان هيكون في مرض. لا. لانه قال لان ليجي المجرب يجربكم. فعلا. ويجربكم يعني ايه؟ يعني يجربنا، لان الله غير مجرب بالشرور. فعلا. ولا يجرب احد. فعلا. فان احنا يبقى زي ما قال في رساله يعقوب ان لو حد جرب لا يقل اني جربت من قبل الرب. فعلا.
لأن الله يريد لنا الأفضل النهاردة. معنا أختنا لويزا من الدنمارك وهنكمل الكلام اللي احنا بنقوله. ألو ألو ألو، صباح الخير. صباح النور أختي، تفضلي أنت على الهواء. الله يسعدكم، يعطيكم العافية على برنامجكم. شكرا لك وشكرا للأخت. شكرا لك يا أختي، تفضلي. الله يخليكي. والله أنا عندي طلبة صلاة، إذا تقدر ممكن تصلوا لي طلبة. عندي مشاكل بالركبة، رجلي اليمنى الأطباء يقولوا لازم تغيرينها، لأن أنا رجلي اليسرى غيرتها قبل سنتين. أيوه. وهسه اليمنى عندي ركبة يقولوا لازم تغيرينها، هاي الركبة مخلي ركبة جديدة. أمين، اتحد معاكي في صلاة إن الرب الشافي يلمسك بلمسة شفاء النهاردة، وتتصلي بينا وتخبرينا ان الرب تمجد ولمسك لمسه شفاء. وكيف رجلي اليسرى، كيف رجلي ما اقدر امشي عليها من جوا، ما اقدر امشي، عندي مشاكل همه. ايوه امين، نتحد معاكي في صلاه والرب يتمجد. الله يخليكم، صلوا لبناتي ياتون للمسيح، لان انا عابره من 2011 عبرت. ايوه امين، بناتك يكونوا للرب. امين امين. تحبي تدينا اساميهم نصلي لهم بالاسم؟ طيب طيب اسامي بناتي طيبهم عندكم، عندي الاخت العزيزه اخذت من اول البدايه. شكرا ليكي، ثقي ان احنا بنتحد معاكي في الصلاه، والهنا القدير يستجيب ويستجيب بنار، يعني يستجيب الان ويستجيب ويقبل الصلاه زي ما كان بيقبل الذبيحه زمان بالنار، ان هو النهارده نار روح القدس تشتعل بين كنيسته الممتلئه بالروح القدس، ويستجيب كل طلبه لكي يكون كما في السماء كذلك على الارض ايضا. اشكرك اختي من اجل اتصالك، اتفضلي يا ابو. امين. فرساله تسالونيك الاولى مينا اصحاح 3 وعدد 3 بيقول لهم كده الرسول بولس، بيقول لهم لكي لا يتزعزح احد في هذه الضيقات. ايوه. طيب ايه نوع الضيقات اللي هو بيتكلم عنها؟ فيعني لما نقرا في الرساله هنعرف ان الكنيسه ديت اسسها الرسول بولس في اعمال 17. أيوه. في رحلته التبشيريه الثانيه، ولما ابتدى اسسها هو طبعا في اي مكان كان بيروحه كان بيدور على المجمع اليهودي ويبتدي منه، فهو راح 3 سبوت وفي كل سبت كان بيتكلم عن رسالة الخلاص، وعدد كتير من الناس أمنوا وكونوا الكنيسة الصغيرة ديت، لكن هجم عليهم اليهود اللي هم غير المؤمنين وطردوهم برا المدينة بكل سرعة. فالمؤمنين الجدد ما لحقوش ان هم يقعدوا تحت ايدين الرسول بولس ويتعلموا منه، فهو بيبعت لهم الرسالة دي وبيفهمهم ان في ضيقات، وانتوا لما شفتوني طالع قدامكم كده ده بالنسبه لي حاجه عادي جدا، زي ما قلنا الايه اللي قبل كده، اي حد هيبتدي يتبع المسيح بكل قوه هيلاقي اضطهادات. فهو بيتكلم على اضطهادات الخدمه اللي نظروها او راوها الكنيسه الصغيره لما ابتدى هو يضطهد ويطلع بره البلد، فانكم انتم تعلمون اننا موضوعون لهذا. فبيقول لهم احنا موضوعون لكده، احنا ربنا عيننا لكده، انا على حياتي دعوة وانا بضطهد وانا اتحطيت لكده، انا قابل دي دعوتي. وده اللي هو ده نوع الضيقات او الاضطهادات اللي هو واجهها، لازم اعرف ايه اللي حصل قبل كده عشان افهم هو بيحاول يقول ايه، لكن هو مش بيتكلم عن مرض خالص. ايوه، والواضح جدا ان من رسائل القديس بولس الرسول انه واضح جدا انه بيفهمنا، يعني اذا كان في كورنثوس او تسالونيكي او لرسائل الرعويه لتيموثاوس او تيتوس، ان هو بيفهم ان يا جماعه انت هتعيش النهارده بكل امانه حسب عمل الروح القدس في حياتك، وحسب ان انت مؤمن فعلا في ملكوت الله، هيكون في ضيقات، هيكون في اضطهادات، واحنا شايفين ده في العالم دلوقتي، يعني احنا شايفين لاخواتنا اللي بيحصل في سوريا وفي العراق وفي الاماكن اللي في العالم العربي وفي العالم كله طبعا، يعني كتير قبل كده في جنوب كوريا او شمال كوريا وفي اليابان في الهند، في ناس كتير قوي بتتألم وتموت من اجل المسيح، ولكن هي دي الضيقات اللي بيكلم عنها، ان كما في السماء هيكون على الارض. أمين. ده قلب الاب، مشيئه السماء ليا. احنا عايزين نكمل ان احنا عايزين نعرف ايه شكل السماء دي، وليه يسوع المسيح يعلم تلاميذه ان هم لما يصلوا يقولوا كده كما في السماء كذلك على الارض. أمين. عشان ما يكونش عندنا عطل
في ذهننا ان شك ان الله الاب يريد لي ان انا اكون في مرض فانا اشكره على ده واعيش مع ده. لا، الله يستخدم كل الاشياء، ولكن هو يريد لك حياه ويريد لك افضل. معانا تليفون من اختنا ام ماجد من مصر على الفايبر، اتفضلي. صباح الخير يا استاذ مينا. صباح النور. انا طالبه كلمه صلاه لابني. اتفضلي. ربنا يديله هيكل عظمي. ايوه امين، بنصلي له. وانا اتصلت فيكو. أيوة. بس انا مصممه كلامكم بتشجعني ان انا لازم اطلب ربنا، انا بطلب منه بلجاجه. امين. واحنا النهارده هنتحد معاكي وبنتكلم، هنتكلم بعد شويه من انجيل لوقا الاصحاح 11 عن اللجاجه، وان ازاي ربنا لما احنا بنجيله حتى صديق نصف الليل لما جاله بلجاجه وقال له اعطيني عشان اطعم صديقي اللي جه زارني، هو اداله وما حبس ايده او ما شالش عنه البركه. فانا بشجعك ان انت مش بتتصلي في وقت غير وقت معين من قبل الرب النهارده، ان يكون معجزه حيه لابنك، ويكون الله من اجل لجاجتك ان هو يستجيب الصلاه. احنا نتحد بكل ايمان النهارده ان الهنا القدير يستطيع فعلا ان يخلق شيئا جديدا في اسم يسوع. اشكرك من اجل اتصالك. امين. امين. اشكرك ام ماجد. معانا اختنا كلير من سيدني. الو دكتور مينا، ازيك؟ انا بتكلم اشكركم. اهلا بك. انا بشكركم على صلواتكم للاخ امير سليم. كان بعمل عمليه دلوقتي في المعده كانسر، وانتوا صليتوا له قبل كده والرب اتمجد فيه، وان شاء الله هيطلع بالسلامه من المستشفى. امين. يطلع سليم. هللويا. ويشهد عن عمل الرب في حياته، وان احنا نحب نتعرف عليه، وان يجي الاجتماع او يجي هنا البرنامج ويخبر ازاي ربنا تعامل معاه. ان احنا النهاردة ما نكونش ايدينا كده ان احنا سلبيين، ولكن ملكوت الله يغصب الغاصبون يأخذونه. فان احنا بقوة الروح النهاردة نكون فعلا متحدين ضد مملكة ابليس، لان هو مهزوم في يسوع المسيح. اشكرك من اجل اتصالك. معلش انا عندي حاجة. اتفضلي. انا بشكرك على الاجتماع انت والاخت إيفون لاست ويك. أنا بصراحة تشجعت جدا وامتلأت بمعلومات من الإنجيل، ويعني كانت مع رائع رائع. وأنا بطلب من كل اللي سمعنا النهاردة ييجوا ما يكسلوش، حقيقي بنستفاد كتير. ونشكركم على تعبكم، وده ساعدني إن لما سمعت أخبار وحشة على ماما في الليلة دي، ماما دلوقتي عندها دم على الرئة ما بتقدرش تنام. بطلب صلواتكم. شجعني ميرسي. انا بطلب طلواتكم، وهي امي مريم لات شافتكم في التلفزيون كتير وانتوا صليتوا لها، وما زلت اطلب الصلاه للشفاء زي ما انت قلتوا، وشجعتوا كل واحد وواحده فينا ان احنا نطلب بلجاجه الصلاه. اطلب منكم بليز تصلوا لها. امين. ونفسي اقول لها يا ماما باسم يسوع هتقومي، وانا أمين. بحبك جدا، وانت اعظم ام، واتمنى انها في يوم يعني انها تسمع الرساله دي. واشكركم كثير على مجهودكم، ربنا يبارككم. امين. اختي اشكرك على تشجيعك على الاجتماع، يعني يا ريت تصلي لنا كتير، لان احنا محتاجين صلاه جامد. انا عارفه ان انتي بركه، وماما في قلبنا وفي صلاتنا هنصلي لها. فريق الخدمه يعني معانا على الخط كلهم بيصلوا، فهنحط ماما في الصلاه، ومصدقين ان ربنا هيديها طول العمر وهيشفيها من كل مرض في اسم يسوع. امين. امين. اشكرك من اجل اتصالك، وتابعي معانا وصلي، واحنا هنصلي ونتحد مع بعض في الصلاه ان الرب يتمجد بشفاء ولمسه شفاء، ويكون فعلا ده اختبار لمجد اسمه. اشكرك من اجل اتصالك. معانا اختنا لويزا من الامارات، اتفضلي. ايوه. ازيك يا دكتور مينا؟ اهلا بيكي اختي، اتفضلي. اختي ايفون، ربنا يبارككم بجد. انا بنتي كان جالها كانسر في القولون، وبعدين عملت عمليه كبيره وكده، والرب شفاها بمعجزه. نشكر الرب. هللويا.
بعد نشكر ربنا، وبعد سنة كده تقريبا وشوية جالها كانسر تاني في الحوض، وهي دلوقتي بتخضع للكيمو وكده. فأنا واثقة إن الرب هيمد إيده. أمين. ودايما ربنا بيحط قدامي المفلوج اللي هو قعد 40 سنة عيان، وبعدين لما ربنا لمسه عن طريق بطرس ويوحنا، أيوة، الشعب امتلأ دهشة وحيرة. أيوة أمين. فهم المستشفى مخوفين بنتي وبيقولوا لها أنت طالما جالك الحالة دي مرة تانية فدي حالة مزمنة وهتفضلي طول عمرك على الكيمو. عايز أقول لك اللي شفى الكانسر. أيوة أمين تفضلي. أيوة أيوة إحنا بنرفض الكلام دوت. أمين. وتملي بقول له يا رب الشعب اللي امتلأ دهشة وحيرة من قيام المفلوج، أمين، أنت قادر أنك تخليهم في المستشفى لما يعملوا سكان لبنتي بعد الجلسة الستة. أمين. عشان قالوا لها هيعملوها سكان وإشعاعات وكده، أنه يمتلأوا دهشة وحيرة أنه مش هيلاقوا حاجة خالص ولا أثر للمرض حتى. أمين. في اسم يسوع نتحد. ده إيماني، ده إيماني. أمين. في اسم يسوع إن كل كلمة قلتيها أمين تكون في اسم يسوع، إن إحنا هنصلي مع بعض النهاردة إن إلهنا قادر، واللي شفى الكانسر بتاع الكولون النهاردة قادر أيضا إن هو يشفي الكانسر اللي في الحوض، وإن الرب أبدا عمره ما بيبتدي عمل ويسيبه ناقص، إن هو بيكمل العمل معانا، وإن إحنا بلجاجتنا إن إحنا فعلا نيجي ونقول له يا رب كمل اللي ابتديته. أمين. إحنا بنربط الكلام ده في اسم الرب يسوع، زي ما رب المجد قال للتلاميذ كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا وكل ما تحلوه يكون محلولا. فإحنا في اسم يسوع مصدقين إن بقوة الروح القدس هتستقبل شفاء وهتتحل من المرض دوت في اسم يسوع. في اسم يسوع الآن. أمين. في اسم يسوع الآن ليكن لي فقولك في اسم الرب يسوع. هللويا. أنت صوتي. اسم بنت حضرتك عشان نصلي لها بالاسم. حنان. 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 أمين. الرب الشافي يتحنن على حنان فعلا ويلمسها لمسة شافية في اسم يسوع. أشكرك من أجل اتصالك واتحدي معنا عشان كل إخواتنا اللي هيتصلوا، عشان الكانسر منتشر بطريقة غير عادية. احنا قبل كده في حلقات قلنا أيوة. ان اكتر من يعني الاحصائيات بيقولوا اكتر من 25 مليون واحد بيموت بالسرطان كل سنة. فان احنا النهاردة بنقف ونقول ان الهنا قادر على الشفاء، ان الهنا هو حي. أمين. النهاردة ان حتى اخواتنا اللي هم غير مؤمنين او من دين اخر، النهاردة انت تقدر تطلب منه ان هو يجي ويلمسك ويشفيك. أمين. ويعرفك بنفسه. امين. امين. اشكرك من اجل أمين. اتصالك. أمين. انا بطلب اكتر من كده، مش بطلب انه يشفيها بس، بطلب انه يخلق لها جسم جديد. امين. هو قادر في اسم يسوع. امين. الو. امين. خطوة. امين يا بون. طب احنا نعرف النهاردة ان مشيئة الله الاب في السماء ازاي؟ ازاي اكتر كتاب في الانجيل شرح لنا ايه هو السماء؟ ايه هي السماء وايه طبيعه السماء وايه اللي موجود في السماء؟ عشان كان واضح جدا ان يسوع المسيح لما ما كانش في صلح مع السماء، ان هو كان دايما يفعل الاشياء التي يرى الاب فاعلها. امين. فهو كان في واضح ان في خط مفتوح بينه وبين الاب. طبعا. واحنا النهارده لينا هذا الخط بقوه الروح القدس. ايوه فعلا. ان الانسان المسيحي فعلا مش انسان عايش في وهم او خرافات او يمكن او يمكن ربنا عايز، لا، هو واثق ان الهه اله شافي، هو واثق ان كما في السماء يكون على الارض. وفعلا يا مينا بنشوف دايما في المعجزات الكبيره للمسيح انه كان بيعتزل بعد المعجزه، يقول كان يعتزل الى البراري ويقضي الليل كله في الصلاه. فكان بيعمل ايه؟ كان بيستقبل، كان بيستقبل مشيئه الاب، كان بيستقبل اللي الاب عايزه، رغم ان كان ناس كتيره في اسرائيل او في الوقت دوت مرضى، لكن كان بيستقبل قوه من الاعالي وبعد كده يصلي للمرضى ويشوفهم ان هم بيتشفوا. لكن زي ما انت قلت يا مينا، يمكن اكتر كتاب في الكتاب المقدس هو سفر الرؤيا. يعني سفر الرؤيا يوحنا الرائي شاف زي ما احنا قلنا
يعني كان ميت امام العرش، شاف كل حاجه وكتب يمكن حاجات بسيطه لينا من اللي هو شافه، فيقول كده في اصحاح 21 وعدد 4 وسيمسح الله كل دمعه من عيونهم، ده في السماء، والموت لا يكون فيما بعد، ما فيش موت لان الخطيه خلاص انتهت. أمين. ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لان الامور الاولى قد مضت، ولا وجع فيما بعد ولا مرض فيما بعد. طب انا النهارده لسه ما روحتش السماء، انا لسه عايش على الارض. أيوة. بس انا في الملكوت. انا يقول ايه الكتاب؟ ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديدة. الاشياء العتيقه قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فالملكوت انا بجيبه على الارض كل يوم، بقول يا رب تعالى بملكوتك، ياتي ملكوتك عليا. ايوه امين. واديني، شرع تشريع السماء على حياتي اللي في الارض. فانا مش هقبل حزن، انا مش هقبل فقر، انا مش هقبل مرض، انا مش هقبل اي حاجه مش منك. وكون سلبيه، لان الهنا ايجابي جدا. جدا، لان الهنا صالح جدا. فهو ما يكونش ان انا النهارده يمكن وهي دي مشيئه، ده هو قال الذي يسمع كلامي يؤمن بالذي ارسلني قد انتقل له حياه ابديه. أمين. انتقل من الموت الى الحياه. أمين. ويقول اكتر من كده، لا ياتي الى دينونه. يعني ربنا عايز ان النهارده بكل بساطه، ان هل انا في المسيح؟ لو انا في المسيح فعلا، يبقى زي ما بقول له لياتي علي ملكوتك، يبقى انا مولود جديد في المسيح. أيوة. انا مولود سمائي عايش على ارض وضعت في الشرير، ولكن هو معاه مفاتيح الموت والهويه. فعلا. هو اللي اخذ كل شيء في الصليب ونزل وفتح الابواب وكسر الابواب النحاس. فعلا. واعطى كل الذين قبض عليهم ابليس. امين. فانا النهارده لو انا مش بفعل الايمان بتاعي، غلبوه ايه؟ بشهادتهم وبايمانهم. فعلا. الغلبه لينا في العالم ازاي؟ أيوة. يوحنا الرسول بيكتب في رسالته ان يقول غلبوه ازاي؟ غلبتنا في العالم هي ايه؟ ايماننا. فان احنا لو بنشوف صوره السماء اللي احنا بنقول كما في السماء كذلك على الارض، يقول سيمسح الله، مش هيكون فيها، مش هيكون فيما بعد، في بحر، في انقلابات، في العالم عمال ياخد ويدي معانا، لكن رؤيتنا واضحه ان اب الانوار كل عطيه صالحه نازله من عنده، ان هو يريد شفائي النهارده، يريد شفاء الروحي، يريد شفاء النفسي، ويريد شفاء جسدي ايضا. ويقول يا مينا لان الامور الاولى قد مضت. أيوة. اللي انا كان بالنسبه لي الطبيعي قبل كده مضى. انا النهارده في المسيح خليقه جديده. أيوة. علشان كده انا لازم اتغير عن شكلي بتجديد ذهني. أيوة. اللي انا كنت بقبله قبل كده، انا النهارده في المسيح يسوع ليا حريه مجد اولاد الله. أيوة. انا ليا ميراث القديسين، انا خليقه جديده في المسيح يسوع، احمل في جسدي سلطان الله على الخطيه والمرض، عن كل حاجه. فده بيحصل ازاي؟ لما انا اتولد بالجديد بجد، اتغير بقراءه الكتاب وابتدي افهم. عشان كده الرسول بولس دايما يقول لهم ان انا جاي اخبركم بالسر المكنون منذ الازمنه. يعني عينه اتفتحت على ميراث، مش بس ميراث ان هو بعد ما يموت هيروح السماء، مش بس كده، لكن دعوتي على الارض اني انا ليا كل المواعيد، انا ليا شفاء، انا ليا حياه جديده، انا ليا بر وفرح وسلام في الروح القدس. وهو يقول كده، يعيد تاني ويقول ملكوت الله ليس كلام فعلا بل قوه. فعلا. فما ينفعش وهو يقول له كده اكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. هل النهاردة تصدق إن أقوال الرب ليك صادقة وأمينة؟ هل النهاردة أنت بتصدق إن أبوك عايز يشفيك؟ إن أنت بتقول له يا بابا الذي في السماء، يا أبويا الذي في السماء، إن النهاردة إيده مش بعيدة عنك خالص؟ لأن أنت عرفنا إن كل من آمن بيه قد انتقل من الموت إلى حياة، فإن إحنا بنحيا حياة الملكوت على هذه الأرض التي وضعت في الشرير، وان احنا نشرع شريعه الملكوت الان، ان احنا نقول له كما في السماء كذلك على الارض فعلا، وان نقول له يا رب زي ما وريت يوحنا في سفر الرؤيا ان انت صانع كل جديد، فان انت عايز تخلينا فعلا في هذه الخليقه الجديده.
فعلا يا مينا، والآية ديت لما كتبها الرسول بولس كان في الكنيسة فلسفة كتيرة جدا، ويكتب لهم عن الحكمة الإنسانية، إن مقنعة. أنا أيوة كتير النهاردة بنبهر جدا بتعاليم أو وأنا وعظ بسيب قوة الروح القدس اللي ربنا إديها للمؤمنين البسطة جدا، وبقيت أجري النهاردة ورا وعظة منسقة، وأنا يعني منبهرة جدا بترتيب الأفكار ومنبهرة جدا بطريقة الإقناع، ولكن النهاردة اللي احنا جعانين عشانه ان ياتي علي ملكوتك، اني كما في السماء كذلك على الارض، اني انا في حياتي النهارده اجيب للمسيح مجد باني اجيب ملكوته على الارض. واستقبل ده بكل ايمان، ان انا النهارده ما يكونش عندي تعليم مسبق، ان انا ممكن اكون بسمع الكلام ده لاول مره النهارده واقول بس انا ما حدش قال لي قبل كده، الكنيسه اللي انا بروحها او التعليم اللي انا سمعته ان ما فيش معجزات، او ان الرب خلاص كده الكتاب اكمل فاحنا مش محتاجين لاي معجزات او عمل المعجزات في الكنيسه. عايز اقول لك ان الله وضع في الكنيسه، امين، ان الله وضع ان يكون لكنيسته انها تكون مجمله بقوه الروح القدس، لان هو الروح القدس هو اللي بيشفي، لان الله هو اللي يريد ان يصنع من خلال المؤمنين ويؤيدهم بالايات التابعه، فهو ده مش عمل انسان، ما يقدرش انسان يشفي انسان، ولكن يقدر الله أن يخلق، زي ما أختي قالت إن إحنا بنآمن معها إن الله يخلق شيء جديد، إن زي ما أختي قالت لويزا من الإمارات إن النهاردة يكون في تقرير جديد، إن بعد ما بنتك تروح حنان إنها تروح تعمل الاختبار التست يرجع التحاليل ترجع حاجة تانية خالص. ده إلهنا، هو ده إلهنا اللي هو يعني فوق الطبيعي، أمين. فما يكونش إحنا لينا معوقات في أذهاننا وأفكارنا بتخلينا ما نستقبلش الشفاء اللي هو عايز يدهولنا. هنكمل يا فون، بس معنا تليفون من بنت الرب من سيدني. ألو، سلام يا أخي مينا وسلام يا أختي إيفون. سلام أختي، تفضلي أنت على الهواء. أنا عايزة أمجد الرب وأشكره على عمله مع أستاذ أمير سليم، إن هو عمل عملية، اتصلت بيكم الأسبوع اللي فات وطلبت صلاة عشان هو كان عنده كانسر في المعدة، وربنا تمجد معاه وتمت العملية، نشكر ربنا. أمين. ودلوقتي نطلب من ربنا أنه يكمل شفاه. أمين. ويتم على خير. أمين. في اسم الرب يسوع. بطلب طلب صلاة تاني من أجل أخ اسمه الأخ عادل حنة، هو عنده كانسر وطالبين أن ربنا يتمجد معه ويمد إيده بالشفاء. أمين. إن زي ما تمجد مع أخونا أمير يتمجد مع أخونا عادل أيضا، ويتمجد مع كل إخواتنا النهاردة، حتى اللي مش قادر يتصل ويخش معنا على الهواء مباشرة، ولكن إلهنا يستطيع. أمين. أشكرك أختي، أمين، بنت الرب من سيدني، أشكرك من أجل اتصالك معنا. أختنا على الفايبر. ألو، طيب انا اشجعك اختنا ماجده ان انت تحاولي تتصلي تاني بينا، ان هندخلك على طول، ان نشارك بعض بطلبات الصلاه، ان الهنا القدير يستطيع ان يلمس كل محتاج النهارده، لانه زي ما احنا بنقول ان كل شيء يخلق جديدا، يصنع جديدا، يستطيع في يسوع المسيح. أمين. ان زي ما يوحنا شاف في اخر سفر الرؤيا ان الكل صار جديدا، ان الاقوال اللي هو بيقوله عليها بيقوله اكتب لان هذه الاقوال صادقة وامينة، ان مواعيد الكتاب المقدس لينا هي نعم وامين، هي النعم والامين النهاردة. هل تؤمن؟ احنا هنطلع بريك يعني بعد شوية ان احنا نصلي مع بعض، ان نقول له يا رب انا يمكن قلبي متحجر، يمكن تعليمي موقفني ان انا استقبل شفاء منك، يمكن محدش قال لي، يمكن فهموني ان ده كويس ليا وان انا كده قريب ليك. هو نعم ان كل الاشياء تعمل معا، يعني حتى لو المجرب جه وادانا مرض وضربنا في جسدنا او في ذهننا او في نفسيتنا، ولكن ان الهنا يستطيع ان يستخدم ده حتى لشفائنا. امين يا فون. احنا نطلع دلوقتي نصلي مع بعض. ارجو منك النهاردة ان انت تاخد الكلام ده بايمان بسيط، قول له يا رب النهاردة تعامل معي، اشفيني النهاردة فأشفى، ان انت تمد ايدك النهاردة وتاخد شفائك منه. ابقوا معنا.
نرفع اسمك يا ابن الله، ده سلطانك لينا حياة، تحنى لاسمك كل جباه، تسبيحك من كل شفاه. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، متابعين معاكم برنامجكم اشفيني عبر بث مباشر من سيدني استراليا. ان احنا بنتحد مع بعض النهارده ان بنوضح ان الهنا هو الشافي، وان هو لا يريد ان يكون في اعاقات، ولكن يريد انه كما في السماء كذلك على الارض، كذلك في جسدي النهارده، كذلك في روحي، كذلك في نفسي، ان النهارده انا اكون صحيح كامل، عشان اكون عامل، عشان اكون مثمر، عشان الله يريد أن يستخدمك، يستخدمك النهاردة. ما يكونش في إعاقة لخدمتي بسبب مرض، وما يكونش في فكر أن أبويا هو اللي حطلي المرض ده فأنا أقبله وأمشي به وأشكره عليه. هو كل الأشياء تعمل معا للخير، ولكن الله ممكن يستخدم حتى الضعف والمرض، ولكن أن هو اللي عايز لي أفضل النهاردة وعايز شفائي أيضا. فإحنا زي ما شفنا فون أن في رؤية 21 إن مفيش مرض، ده سيمسح الله كل دمعة وكل وجع وكل ألم، وإنه يخلق كل شيء جديد. أمين.
وان الكلام اللي احنا بنقراه ده انه صادق وامين ايضا. امين في اسم يسوع. ان ملكوت الله اتى علينا. نشوف برضو مين في تيموثاوس الثانيه الاصحاح الرابع وعدد 18. أيوة. يقول كده هو ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الامم. ويقول بعد كده وسينقذني الرب من كل عمل ردي ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد الى الدهر. امين. طب ايه نوع المرض اللي هو يعني ايه نوع الالم اللي هو بيتكلم عنه او ايه نوع الضيق او ايه عمل ردي؟ بيقول سينقذني من كل عمل رديء. طب ايه العمل الرديء؟ موضح في نفس الرسالة قبليها على طول يعني بعدد واحد يقول في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم. أيوه. يعني انت تخيل يعني قد ايه الرسول بولس اتألم قد ايه هو ساب كل شيء وقال حسبت كل الاشياء نفاية وقال لي الحياة هي المسيح والموت ربح. يعني شوف قد ايه اخلاصه في الرسالة في تقديم الرسالة حتى لو كانت هتكلفه استشهاده ده اللي حصل. أيوة. لكن يوم ما جه يعني يتحاكم اول محاكمة ولا واحد وقف معاه. تبقى جامدة قوي تبقى صعبة جدا لو احنا عندنا يعني قائد مثلا في كنيسة يكون امين لشعبه ويوم ما يقع في مشكلة لاجل الخدمة ولا واحد يقف معاه يقف جنبه. فهو ده الدي اللي هو بيقول لهم ان حتى ده ولا هيحسب عليهم انا مش جاي ادينهم. وكمان انا عايز اقول لكم ربنا انقذني علشان اكمل يعني الرسالة. وهو ده الدي وهو ده الألم. احنا بقى بنعمل ايه؟ احنا بنروح واخدين الآية. أيوة. ونقول شفتوا اهو الرسول بولس نفسه جاله ألم وضيق ومش عارفة ايه فانا هقبل المرض وهقبل كل اللي يجيلي علشان انا عايزة ابقى زيه. هل انا زي الرسول بولس؟ هل انا خدمت زيه؟ هل انا النهاردة من فرط الاعلانات زي ما بيكلم في رسالة كورنثوس او لما بيكلم تلميذه تيموثاوس قبل ما يستشهد على طول يمكن اخر رسالة كتبها قبل ما يستشهد ان هو مر باضطهادات في الخدمة من ناس غيورين من ناس بيحسدوه من ناس ان هم عايزين يقيموا ضده انه يقولوا تعليمه ان يقولوا ان وعظه مش كويس ان يتكلموا عليه بسوء ان يتهموه في اشياء من اجل الرسولية بتاعته وان هو مش كباقي الرسل كل الاشياء دي. هل النهاردة انا باجي احط نفسي مكان القديس بولس الرسول وبعدين اقول ان انا خلاص ما هو احتمل فانا احتمل؟ وحتى زي ما انت قلت من فرط الاعلانات ملاك الشيطان ليلطمني او لطمني فهو من كتر الخدمه من كتر ان هو كان بيروح من بلد ثلاث رحلات تبشيريه تقريبا يعني معظم العالم في الوقت ده. أيوة. عرف المسيح. يعني قد ايه هو عظيم جدا. ففي طبعا في حرب جامده فكل ايه قالها بمعنى اصح او تلخيصا للحلقه عن الالم او الضيق هو قصده اضطهادات الخدمه ده كل اللي قصده. أمين. مش قصده مرض خالص. طب احنا عايزين نكمل في رسائل بولس لان هو بيوضح اللي احنا هنتكلم فيه بعد شويه من لوقا 11 ان يسوع المسيح. أمين. قال لهم كده وان هو وضح كده ان كل اللي هيعيشوا حسب يسوع المسيح حسب ايمانهم بيسوع المسيح يضطهدون. بس قبل ما نكمل معانا تليفون من اخونا عماد من سيدني. الو الو السلام يا رب يكون معكم اخويا مين اختيفون. سلام اخويا عماد اتفضل انت معانا على الهوا. بنشكركم من اجل صلواتكم وصلواتكم بلجاجه ومحبتكم معانا دايما. وانا كنت بطلب النهارده في الصلاه لاخويا هاني عشان ربنا يجدد وعوده معاه في الشفاء من مرض السرطان ومش جسديا بس كمان نفسيا يديله سلام داخلي عشان ربنا يعلن مجده ويتمجد في اولاده ويجدد وعوده معانا واحنا واثقين ومؤمنين ان ربنا هيعمل حاجه غير عاديه عشان هو الاله الشافي صاحب المستحيل. امين امين. اشكرك من اجل اتصالك اخويا عماد. احنا بنصلي لاخونا هاني وانا فاكر لما اتصل بينا وان احنا فعلا حاطينه امام الرب ان هو يستجيب ولكن احنا علينا دور نعمله. في ناس تقول طب ما فلان صليتوله مثلا ما فيش حاجه حصلت. عايز اقول ان احنا لينا دور نعمله لينا وصيه كتابيه ان يسوع قال كده باسمي يضعون ايديهم على المرضى فيشفون يبرؤون ان احنا لينا عمل كاولاد الملك ان احنا نعمله
والرب يؤيد العمل بالايات التابعه بلجاجة لحد ما ربنا يستجيب يسمعنا وكل اللي احنا عايزينه ان هو يتسمع على اكثر وقت. امين امين. اشكرك من اجل اتصالك واتحد معانا في صلاه من اجل اخونا هاني والرب يتمجد. معانا اختنا ماجده على الفايبر من مصر. اتفضلي. الو. ايوه دكتور صباح الخير. صباح النور. اتفضلي انت على الهوا. اتفضلي اختي ماجده انت على الهوا. واضح ان الشبكه ضعيفه عندك فحاولي تتصلي بينا تاني. امين يا ابو ان احنا هنكمل ان احنا بنقول يعني ربنا ده مش زرار هندوس عليه هيحصل كده حاجه سحر. لا، ان احنا النهارده بنتحد في اله حي يريد ان يشفي الكل لان دي طبيعته النابعه منه. فان احنا لما بنقف قدام مرض او تعب او اي سلبيه في حياتنا فاحنا بنروح له ونقول له يا رب ادي ضعفنا، ادي المرض، ادي التجربه اللي احنا فيها، فانت تخرجنا من هذه التجربه، انت يا رب اللي تتمجد في التجربه وتظهر مجدك فيها، فيبقى مجدك تاني يرى على اولادك في العالم ويروا اعمالهم الصالحه فيمجدوا اباهم الذي في السماوات، فيكون الكلام ده فعلا ان احنا نور وملح في هذه الارض. وزي ما انت قلت يا مينا كل واحد رب المجد شافاه كان عليه دور. يعني في مثلا يعني اوقات يقول له اغتسل في بركه سلوان، في اوقات تاني يقول له مد يدك، في اوقات تاني يقول لها يا امراه ايمانك مثلا هو اللي شفاكي. فاحنا لما نقرا يعني انا وقتي صليت ما اتشافتش، الموضوع زي ما مينا قال هو مش ساحر، لا هو انا ارجع لكل معجزات الكتاب المقدس وابتدي اتعلم من رب المجد، هو المعلم مش احنا. فاحنا نقعد تحت رجليه واعرف ابتدي اتعلم، وعشان كده احنا عاملين السلسله ديت علشان تكون يعني نوضح ان الايمان عليه دور، الخطيه عليها دور. لو انا في حياتي خطيه مش هتشافي، ده ممكن يكون حاجز بيني وبين ربنا، ممكن يكون من الحواجز، ده ممكن يكون من الحواجز. فانا ابتدي اشوف ازاي يعني المسيح شاف كل واحد ايه، ايه الحاجه اللي انا لازم اعملها، امد ايدي في ايه يا رب، انت قلت له مد ايدك استقبل. طب انا ازاي امد ايدي؟ لان احنا علينا دور، ما ينفعش انا اقعد كده واقول انت لو عايز تشفيني تشفيني. لا، هو اللي كان مفلوج 38 سنه قال له قم. طب اقوم ازاي؟ ده انا بقالي 38. قال له انا بقول لك قم، حاول تقوم، حاول تحرك ركبتك، حاول تعمل حاجه، انت حركه ايمانيه انت ما عملتهاش، كل ده يطلق شفائك. عشان كده بولس الرسول في اخر روميا، رساله روميا الاصحاح 16 يقول لان ايه؟ إلهنا إله السلام سيسحق الشيطان. أمين. تحت أرجلنا سريعا. إن إحنا النهاردة يمكن أنت بتقول طب بس أنت بتتكلم عن رؤية 21، ده يمكن في آخر الأيام، ده يمكن في الخليقة الجديدة، ده يمكن بعد خلاص اكتمال الكنيسة في السماء. عايز أقول لك أيوة، ولكن هو هو الذي كان والكائن والذي يأتي. أمين. هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو هو اللي ملكوته يكتمل علينا. ان النهاردة احنا لو في فعلا فاحنا انتقلنا من ملكوت الظلمة الى ملكوته الذي هو ملكوت ايه؟ محبته، اللي هو ملكوته، هو اللي هو عايز النهاردة يتلامس معايا ومعاك فيه عشان يكون لينا سحق فعلا. على مين؟ على قوة ابليس، على المشتكي، على المجرب، على اللي هو بيجي ويضع في ايه؟ في تجربه سلبيه. ومش بس بيعمل كده، ولكن يحاول يعمل ايه؟ يلزق الخطيه او الشرير في صوره الله الآب. فعلا، وزي ما انت قلت يا مينا في لوقا 11، يعني لو انا جارتي، بمعنى اصح ده اللي المسيح قاله بكل بساطه، انا جارتي جات لي في منتصف الليل وبتقول لي ان انا محتاجه انك انت تديني 3 ارغفه لان جاءني من سفر صديق في نصف الليل، انا نايمه تعبانه وانا مش عايزه اقوم. ايوه، واخده اولادي في حضني، انا واخده اولادي خلاص. فعلا، لكن هي واقفه وهي جارتي وهي عزيزه عليا جدا وانا علاقتي بيها كويسه جدا، وهي جايه لي وبتقول لي لا انا محتاجه ان انت تقومي، الموضوع جد، الموضوع ان انا محتاجه مساعده. ايوه. طب انا هعمل ايه؟ هل انا هقول انا هخسرك مش هقوم،
ولا انا هقول مش مشكله انا هتعب نفسي شويه لكن انا هكسب صديقتي. أيوة. فرب المجد ادينا المثل ده علشان نفهم هو بيفكر ازاي، عشان نفهم ازاي نجيب السما على الارض، ويقول ان من كتر اللجاجه هتقوم وهتدي الثلاث ارغفه، ويكمل ويقول لان كل من يسال ياخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له. هل ده كلامي انا ولا هل ده كلام المسيح لكل المجد؟ هو ده الكلام اللي هو قاله، انت هتسال هتاخد. أيوة. انت هتطلب هتجد، انت هتقرع الباب انا هديلك. أيوة. حتى لو مش وقتك، حتى لو ما تستحقش لان ما حدش فينا يستحق، حتى لو هو عايز يشفيك السنه الجايه انت قول له يا رب النهارده انا جاي لك، انت اللي علمتنا المثل ده، ده كلامك انت. أيوة. مش كلامنا احنا. وهو صديق نصف الليل، انت صديق نصف الليل يا رب، هو الصديق بتاعي اللي النهارده عايز يجي ويقول ان فتح احد اتي انا وابي ونصنع ايه منزلا، وان احنا نكون معاك في جوه محنتك وجوه مرضك وجوه المك، لان ده مش مني ولكن انا استخدم ده لمجدي، لان لما اكون انا عاجز عن شيء اجيله واقول له، فيقول كده لسبب لجاجته هيقوم ويعطيه. فكم احنا فكرنا بيبقى مشوه ان هو مش كما في السماء كذلك على الارض، لا يقول ده السماء حاجه والارض حاجه، فين انا وفين السماء؟ يا عم انا ايش دخلني بس بالحاجات اللي انتوا بتقولوها دي، انا انسان خاطئ، انسان تراب، انسان رماد، انسان وقع تحت تاثير خطيه او في عبوديه معينه او مربوط بعادات معينه. عايز اقول لك النهارده حلك واحد بس، ان احنا لما نيجي نصلي مع بعض ان قوه الروح القدس هي اللي تفكك من اسرك، ان هي اللي تيجي وتشفي روحك فتكون صحيح، يكون لك حياه ويكون لك افضل. عايزين نكمل الكلام ده معانا اختنا بنت الرب من هولندا. الو الو مساء الخير. مساء النور اختي، اتفضلي. انا اللي بتصل على طول عشان خطوبه في مصر وانا هنا في هولندا. لغايه دلوقتي انا لا اعرف ارجع لكم ولا اعرف اقعد هنا. انا مش قادر افسر كلامك اختي معلش. ايوه حضرتك اتصلتي بينا قبل كده واحنا مستمرين في الصلاه من اجلك، فالنهارده بلجاجه هنطلب من صديق نصف الليل ان هو يجي ويعطي، وهو يقول كده ونحن اشرار نعرف ان نعطي اولادنا عطايا جيده، فكم ابونا الذي في السماوات. عايز اقول لك النهارده ان المسيح يتمجد معاكي، ولكن انا عايز برضو اقول ان ساعات بنعمل احنا اشياء معينه وبعد كده بنيجي نترمي عنده، هو برضو مش هيخزينا ابدا. اتفضلي. فلورا. ايوه. وفيبي. ايوه اتفضلي. وفرنا. مين؟ وفيليب. وفيليب. ايه ارجوك سنه وخمس اشهر. حاضر حاضر احنا هنصلي بكل ايمان والرب يتمجد. اشكرك اختي من اجل اتصالك. أشكرك من أجل اتصالك. إن إحنا النهاردة لما بنتكلم على صديق نصف الليل، الرب بيعطي أمل لكل واحد فينا النهاردة. إخواتنا واضح جدا إن إذا كان سرطان أم خشونة في الرجل أم أمراض مستعصية جدا أم أمراض ممكن يكون الطب عاجز عن شفائها، مفيش ليها علاج. إحنا بنسمع لسه الفيروس بتاع الإيبولا ده منتشر جداً. في أفريقيا، في جنوب أفريقيا فعلا، وإن معظم الأطباء اللي هم عالجوا الناس دلوقتي مصابين ايضا. فان احنا الهنا هو اللي يستطيع، الهنا اللي هو بيضع حد للوباء، النهارده الهنا هو اللي بيمد ايده. يمكن انت حالتك بتقول انا حالتي متاخره قوي، عايز اقول لك زي ما هنصلي لاخونا هاني، عايز اقول لك يا اخويا هاني ان النهارده ربنا يلمسك بلمسه شفاء. ان احنا بنتحد كلنا ان احنا مؤمنين ان الهنا يستطيع ويريد، لان دي طبيعته ان هو شافي. امين امين امين. ربنا عايزين نبتدي نصلي. أمين. لكل اخواتنا امين في اسم ان يسوع. ما يكونش ده فكرنا ولكن ابونا الذي في السماوات يعطي. أمين. معنا تليفون اخير قبل ما نبتدي نصلي. الو. من اجل زوجي عنده يورك اسيد دائما بيجي له وجع في الاقدام.
اسم جوز حضرتك؟ مرقش. انا من اسبوعين كمان أيوة. اتصلت فيكم. ايوه انا فاكر. نعم. كمان عايزه صلاه من اجل اقربائنا في عنده سرطان بالرئه. ايوه. اسمه يوخن، اسمه يوخنا. يوخنا. نعم. امين. الهنا يلمسهم. ربنا يبارك خدمتكم وسلام الى الاخت ايفون. شكرا لك يا اختي، متشكرين من اجل اتصالك. اتحدي معانا والرب يتمجد. امين يا ايفون. احنا واضح ان في طلبات كتيره، يمكن العلم والطب بيعجز فعلا، ولكن الهنا النهارده يمكن انت حاولت تتصل بينا وما قدرتش تخش على الهوا. انا عايز اقول لك ان الهنا احنا بنتحد في روح واحد، روح المسيح، الروح القدس، هو الذي ياتي الان بشفاء، هو الذي ياتي الان ويفتح. افتح بابك، افتح باب قلبك النهارده، ان احنا بناخد فرصه دايما قبل ما نصلي ان احنا فعلا ننتقل من الظلمه الى النور، ان احنا فعلا نكون مخلوقين حسب قصده وحسب، ونكون فعلا بعد كده مشابهين صوره ابنه، فما يكونش لينا اي صوره مشوهه بالنسبه لابونا الذي في السماوات. احنا هنصلي مع بعض يا ابونا، اتفضلي تبتدي نصلي دلوقتي. أمين. وبالايمان الهنا يشفي الجميع. أمين. في اسم يسوع أشكرك يا سيد الرب. يا سيد الرب أنا بعظمك. نعظمك نعطيك المجد الآن يا سيد. بباركك. تعالى تمجد بيننا. أنت لي كل المجد. يا سيدي أنت صالح وإلى الأبد رحمتك. بباركك على كلامك، على مواعيدك اللي بتدي حياة للميت يا سيد الرب. وبتعيشه السماء على الأرض. وبتخلقه يا رب من جديد. أنا بباركك يا سيدي، بشكرك على كلامك اللي بتقول فيه ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. النهاردة لو سمعت صوته لا تقصوا قلوبكم، قولوا تعالى النهاردة واديني أعظم شفاء. تعالى الآن يا سيد الرب. شكرا لك يا روح الله. تعالى يا سيد الرب اشفي روحي قبل جسدي النهاردة. عايزة ربي أستقبل منك أني أنا أكون بنت ليك النهاردة، بنت حقيقية يا رب. مدي إيدك لي دلوقتي. مدي إيدك. قولوا أنا بفتح باب قلبي، تعالى ادخل واجلس معايا وتعشى معايا، لأني أنا مش هسيبك، لانك انت جميل يا سيد الرب. شكرا ليك يا سيد الرب. تعالى النهارده يا سيدي، كل اللي بيطلبك بدموع، شايفه يا رب ولادك كتير حول العالم، بباركك لانك انت بتستجيب الصلاه وبتدخل الى القلب وبتغير يا رب الفكر والحياه. انا بشكرك لانك اله حي تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. بباركك على كلمتك اللي بتقول كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. بجيب الطلبات دي كلها النهاردة أمامك، أمام عرش النعمة. بنشكرك لأن احنا لينا الدخول إلى عرش النعمة بجرأة بسبب رب المجد وعمله الكفاري الكامل على عود الصليب. أمين يا سيد. بنقدم إليك يا رب الطلبات ديت واحدة واحدة. بنت الرب يا سيد بتقول بتصلي العمل الروح القدس في داخل أسرتها. أمين يا سيد. بشكرك يا روح الله القدوس لأنك أنت الرب المحيي، أنت مانح الحياة. تعالى النهاردة لليدي يا سيد الرب، أنت عارف بنتك فينها. أنت املأ هذا البيت بمجدك وبجلالك يا سيدي الرب. مارتن يا ربي بيقول في تحاليل وعايز التحاليل تطلع سليمة. أمين. بنحط التحاليل ديت أمامك، بنحط عبدك أمامك الآن، وبنقول لك يا سيد الرب بنشكرك لأن كل اللي لمسك نال الشفاء، لأن كانت في قوة بتخرج منك لشفائهم. شكرا. هذه القوة يا سيد الرب ما قلتش على مر العصور، لكن هي نفس القوة ما زلت تصنع خير وتشفي كل من تسلط عليه إبليس. سهام بتصلي للإنجاب وزوجها مرقص لفيروس سي. في اسم الرب يسوع
افتح يا سيد الرب هذا الرحم الان بقوه وسلطان الروح القدس. شكرا ليك ببركك لانك زي ما فتحت رحم اختي نرمين النهارده انت بتعمل عمل مبارك يا سيد الرب. شكرا ليك على استجابتك للصلاه. فيروس سي في اسم الرب يسوع شفاء كامل من السماء. بشكرك يا سيدي بحط عبدك امامك الان واثق انك بتعمل حاجه غير عاديه. بنت الرب بتصلي لزوجها وبتصلي رب لاسرتها كلها ان هم يجوا للمسيح. بشكرك يا سيدي الرب وبطلب منك انك انت تحاصرهم يا سيد وانك انت تتقابل معاهم مقابله شخصيه. مقابله يا سيد الرب تخلي شاول الطرسوسي يكون اعظم رسول في المسيحيه يا ربي. مقابله خاصه جدا تحاصرهم لما بيروحوا يمين او شمال تجيلهم برؤى واحلام وتعلن عن ذاتك وتعلن عن جمالك يا سيد الرب اللي بيملى العيون. منال اختي بتصلي من اجل كانسر في الثدي بحط اختي امامك الان. طلبنا لاختي قبل كده يا سيد الرب احنا جايين النهارده نطلب طلبة لجاجة صديق نصف الليل يا سيد الرب لانك انت يا ربي قلت ان ما كانش هيقوم علشان اي سبب هيقوم من اجل اللجاجة. احنا جايين النهارده بلجاجة امام عرش النعمة واثقين انك انت تريد وبتتحد معانا يا سيد الرب. بحط اخويا مايكل حنين قدامك كانسر يا سيد الرب بحطه امامك النهارده في اسم يسوع المسيح. بنؤمر بسلطان الروح القدس كل خليه سرطانيه بقوه الروح القدس انها يا سيد تموت الان. خلايا جديده تتولد بقوه الروح القدس بسبب يا رب سلطان اللي انت اديتهولنا. انت رب اللي قلت ها انا اعطيكم السلطان ان تدوسوا الحياه والعقارب وكل قوى العدو. يا سيدي النهارده بنقف امام كل قوى العدو. شكرا ليك يا سيد الرب. بنت الرب بتصلي لاهلها في الموصل ان هم يخرجوا بسلام يا سيدي بباركك لانك زي ما اتمجدت مع كتير يا رب زي ما اتمجدت مع والد اخويا لؤي انت النهارده هتخرجهم بقوه الروح القدس. ازاي يا سيد احنا مش عارفين لكن انت الاله اللي بيخش رغم الابواب كلها بتكون مغلقه. انت يا سيد مفيش باب بيتقفل امامك لانك انت يا ربي الاله اللي احنا بنفتخر بيه امام العالم كله. شكرا. الهنا اللي يستطيع كل شيء. رب يا رب بتقول بتصلي انه يبطل السجاير والمخدرات بنقف امامها الان تحرير كامل في اسم الرب يسوع. ان بعد اليوم يا سيد يكرهها وما يقدرش يجي جنبها تاني لان قوتك حررته. شكرا ليك لانك اله المعجزات. اختي مرسى بتقول شعرها بيسقط. انت يا رب الاله اللي قلت ان محدش هيقدر يمسكه. انت اللي قلت مفيش شعره تسقط منكم الا بامري. يا سيد الرب احنا بنقف امام الشعر اللي بيتساقط بامر غير امرك. كل امر غير امرك الليله دي يتلغي في اسم الرب يسوع. شايفاك بالايمان حاطط ايدك على راسها وبنعلن في اسم يسوع ان أيوة مفيش ولا شعره من اليوم يا اختي هتقع لان يسوع امر بالبركه عليكي. لويز يا رب بتقول ركبه جديده يا سيد الرب وبتصلي لكل بناتها ورجليها يا سيد. تعالي حطي ايدك اختي على ركبتك في اسم يسوع. بتكلم ليك الكلام اللي قاله الرسول بطرس يشفيك يسوع المسيح. شكرا ليك يا سيد الرب لانك انت بتشفي كل يا ربي العضلات كل الاوتار يا سيد الرب كل الاربطه يا سيد. لكن انت النهارده بتخلق ركبه جديده. ابتدي اختي امشي بالايمان. ابتدي امشي كل الم في رجلك قولي له بامرك في اسم يسوع
انك انت تغادر جسدي الان، لاني انا استقبلت شفاء من اله امين. ام ماجد يا سيد بتصلي في اسم يسوع لماجد هيكل عظمي جديد. لجاجتها يا سيد طلبت يا سيد لجاجة صديق نصف الليل بنحطها امامك النهارده، بنحط ماجد امامك النهارده، بنصرخ اليك لانك انت تريد يا سيد الرب. اي مانع يا سيدي احنا مش عارفينه في اسم يسوع بنحطه امامك النهارده. تعالى يا سيد اتكلم ليها النهارده، احنا مش عارفين ايه اللي مانع المعجزه دي انها تحصل، لكن بقوه روحك القدوس تعالى يا سيد وشيل انت كل مانع، لانك انت يا سيدي تقدر. بشكرك على اخويا امير يا سيد الرب على شفائه من السرطان، بباركك لانك زي ما عملت معاها تعمل مع بقيه اخواتي. مريم ليد يا سيدي كمل ايدك معاها، تعالى يا سيد الرب طيل في عمرها لان هي خادمه امينه ليك جدا. أيوة وكل كلامها عنك وعن عظمتك في حياتها. حنان يا سيد الرب بتصلي، بنصلي يا ربي الكانسر جات في الكولون وبعد كده جات في الحوض، في اسم يسوع المسيح بنتحد يا ربي مع مامتها انا ومينا وكل اخواتنا حول العالم يا سيد الرب، وبنقول لك تعالى شفاء كامل في اسم الرب يسوع، في اسم يسوع حوض جديد زي ما مامتها قالت النهارده. انت اللي بتخلق اعضاء جديده في اسم الرب يسوع. هتحلل يا اختي والاطباء مش هيصدقوا وهيقولوا ان الهنا جه لينا في الارض دي، هيشوفوا حاجه غير عاديه. شكرا لك يا سيد الرب. بحط اخويا عادل حنا امامك يا سيدي من مرض الكانسر يا ربي. هاني من مرض الكانسر بحطه امامك، بقول لك زي ما عملت مع اخويا امير. عيد العمل يا أيوة. سيد الرب عيد العمل يا سيد الرب. اخويا هاني انا مش عارفه ايه اللي موقف شفاه، لكن في اسم الرب يسوع انطلاق النهارده لمسه يا سيد رعش في كل عظامه. لورا ربي وفيب يا ربي وفيليب ربي كلهم يا سيد الرب اللي بنت الرب طلبت بدموع انها تشوف ولادها، انا بباركك لانك انت بتدي كل عطيه جيده، وانت يا سيد اللي قادر النهارده انك انت تفتح الابواب المغلقه. تغاضى عن اخطائنا وغلطاتنا وسامحنا، بنيجي امامك بتوبه حقيقيه يا سيد الرب وبنقول لك انك اعظم اجمل ما في الدنيا. بنصرخ ونقول إلهنا عظيم، إلهنا عجيب، وليه يا ربي كل المجد. أنت اللي فتحت يا رب السجن، أنت يا رب اللي بتزلزل القيود. النهاردة تعالى بمعجزة جديدة. مرقس يا رب بيقول يوريك أسد ويوخنا يا سيد كانسر، تعالى كمل عملك يا سيد الرب. انت اللي قلت للتلاميذ الى الان لم تطلبوا مني شيئا، اطلبوا لكي يكمل فرحكم. انا بباركك لانك انت بتستجيب يا رب الشفاء وبتسمع الصلاة وبتكمل فرحتنا. لكل مجد لكل عظمة لانك حي في اسم يسوع. امين امين امين. لو كنت صليت معانا النهاردة واخدت قرار في حياتك فعلا ان انت قلت خلاص انا حياتي القديمه النهارده ماتت، انا النهارده عايش في حريه مجد اولاد الله، ان النهارده ما يكونش عندك الشك ده، لان محبه الله تطرح الخوف خارجا، لان احنا واثقين ان احنا في ايده. مين هيقدر ينزعنا من ايده؟ لا احد يقدر. النهارده لو انت قلت له يا رب انا بقبل كل عملك، ان انا النهارده في حزمة الحياة فيك، ان انا فعلا انتقلت من الموت الى الحياة، ثق النهاردة ان انت ابن ومحبوب جدا وليك مواعيد السماء، وكما في السماء كذلك يكون على الارض. وان انت لما تصلي تقول يا ابانا الذي في السماوات، ان انت فعلا بتشرع شريعة السماء على هذه الارض اللي وضعت في الشرير. ان ما بيكونش احنا عندنا اوهام او ان احنا بنقول خرافات او بنقول اساطير، ولكن بنقول حقيقة، ان احنا ميقنين عارفين بمن امنا، ان الهنا زي ما اتكلمنا النهاردة ما يكونش عائق الشفاء عندنا، ان احنا مش عارفين مشيئته في السماء.
امين. وان كنت انت في خدمه النهارده وفي اضطهادات او في ضيقات النهارده، احنا عايزين نشجعك افرح، لان دوت اللي الرسول بولس قاله لتيمساوس. أيوة. يقول له كده في الاصحاح الاول، في تيمساوس الثانيه يقول له حتى اننا نحن انفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من اجل صبركم وايمانكم في جميع اضطهاداتكم وضيقتكم. فانت النهارده اتشجع، لان هي دي الخدمه، هي دي الخدمه. أيوة. الخدمه اللي مش متحاربه ما تبقاش خدمة، لكن الخدمة اللي هي بتزلزل مملكة إبليس وبتفرق في مملكة الله دايما عليها حروب، دايما بيبقى فيها دقات، دايما فيها دقات. عشان كده يقول لهم أنتم مؤهلون لملكوت الله فعلا. هل النهاردة إن إحنا بنكون مؤهلون ليه؟ لأن إحنا بنهدم حصون، بنهدم مملكة إبليس. إن إحنا إلهنا يريد أن يكون في شفاء في كنيسته، أن يكون إن هو اللي واخد المجد، إن هو ما يكونش عدو الخير زرع زوان في مخي أو في عقلي أو في ذهني. فأنا ببص بقول ما يمكن دي مشيئة الله ليا. عايز أقولك ثق إن أنت النهاردة لو حطيت إيدك في إيده هو لا يتركك، لا يتركنا إلى الإنقضاء. إن هو يريد فعلا، إن مفيش أي شيء، خطر، سيف، إن اضطهادات، إن أي مشاكل في حياتنا العملية حتى، أن تفصلنا عن محبة المسيح التي لينا بكل ثقة ويقين. لأن إحنا بنغلب العالم بإيماننا، إحنا نغلبه بشهادتنا. أمين. بدم الحمل اللي ثيابنا مغسلة بدم الحمل، لابسين بر الابن بالإيمان. أمين. وإن إحنا أعظم والمنتصرين، وإن إحنا كل يوم الصبح نعلن ده على حياتنا، أنا ابن الملك، أنا ملح الأرض، أنا نور العالم. أنا أحمل سلطان المسيح، أنا صلبت مع المسيح، أنا مت مع المسيح، أنا قمت مع المسيح، أنا ليا كل حاجة المسيح دفع ثمنها. ده بيديني أن فكري أنا يتغير. وأستقبل شفاء، وأستقبل فرح، وأستقبل سلام، وأواجه يوم تاني، وأواجه عدو الخير، وأواجه لأن عدو إحنا الخير. عارفين أن مجرد أن انتقلت لمملكة النور فأنا ضد مملكة الظلمة. أمين. ما نضحكش على نفسنا يا جماعة، ان فعلا هو مفيش غير حلين، يا اما انا معاه يا اما انا ضده، يا اما انا عامل يا اما انا ميت، يا اما انا حي فيه يا اما انا ملياش اي دور. ومفيش حد في ملكوت الله ملوش اي دور. يمكن تسال ربنا لغايه لما نشوفكم الاسبوع الجاي ايه دوري في الملكوت. عايزك تصلي وتقول له يا رب طب انا مش شايف ده ليه، ليه انا مش شايفه في حياتي؟ يمكن عندي اعاقات، يمكن عندي عدم ايمان، يمكن عندي عدم غفران، يمكن في لعنة على حياتي، يمكن في اسباب كتيرة من اللي احنا اتكلمنا عنها في حلقات قبل كده. ولكن انا عايز اقول لك حاجة، ان الروح القدس النهاردة لما تقعد قدامه بكل امانة في مخدعك، اغلق بابك وقول له كده يا روح الله تعالى عليا، بين لي، اظهر لي، لان هو عايز يوريك حاجات ما ينفعش عينك البشرية تشوف، عايز يكلمك بكلام ما ينفعش اللسان يسوغ انه يفهمه. أمين. ولكن هو يريد ان يتعامل معك في مخدعك النهاردة، في مخدعك ان انت تكون فعلا في حياة ويكون لك افضل، لان الهنا جه ليعطينا حياة ويعطينا افضل ايضا. امين امين. وزي ما انت قلت، ودي كانت وصية الرسول بولس لابنه الحبيب تيمساوس، ويقول له كده في تيمساوس الثانية والاصحاح الثالث، اما انت فقد تبعت تعليمي. أيوة. انت مختلف، وسيرتي وقصدي وايماني واناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وآلامي. فانا ما اقدرش النهارده اقول انا عايز يعني الدعوه اللي على حياتي تكتمل، لكن انا مش قادر ان انا يعني اتحمل الضيق او الالم. لا، المسيح قال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا. أيوة. انا قد غلبت العالم، فانا مش هقبل اي محاربه من ابليس، لان ابليس مغلوب. مغلوب. هل تؤمن ان ابليس مغلوب النهارده؟ عايزين ننوه ان الاجتماع الجاي هيكون يوم 13/9، هتكون الخدمه زي ما احنا شايفين على الشاشه دلوقتي، ان الخدمه باللغه الانجليزيه الساعه 5 واللغه العربيه الساعه 7. لو انت النهارده عايز تشوف فعلا مجد الله في ناس بسطه جدا، تعالى اختبر فعلا ايد ربنا بقوه الروح القدس. تعالى، يمكن انت ما بتؤمنش بالمعجزات، ولكن احنا عايز اقول لك حاجه، ان احنا شفنا ناس كتير قوي نظرتهم لله الآب اختلفت، فكما في السماء كذلك يكون ليك انت ايضا. هل تؤمن؟ نشجعكم ان انت النهاردة امام الروح القدس الرب يعلن في قلبك انه يريد لك افضل.
الرب معكم. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك أنت الإله. أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لو هلمس طوبك أنت الحنان يشفيني. Show.